إذا أطلقت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أول حملة إلكترونية في العالم تجمع بين الصحة والسياحة في دورتها السابعة من حملة صحة وسياحة، والتي تقام خلال الفترة من 5 إلى 30 أغسطس من عام 2020 تحت شعار لنمشي في كل وقت وفي كل مكان. والحديث أكثر عن الحملة وبرامجها المقدمة يسعدنا بأن نستضيف عبر خاصية اتصال مرئي الأستاذة شمسة عبد الله العبدولي، مدير شعبة الدعم المجتمعي ومثقف صحي بإدارة التثقيف الصحي. مساء الخير أستاذة شمسة. مساء النور والسرور يا هلا. إذا أستاذة شمسة، مبارك لكم هذه الفعالية وهذه الحملة التي كانت الأولى من نوعها في العالم، حملة إلكترونية تخص الصحة والسياحة. الله يبارك فيك. إذا هذه الحملة لها أكيد أهداف، وودنا نعرف اليوم أهداف حملة صحة وسياحة، ولماذا وضع هذا البرنامج في هذه الفترة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حملة صحة وسياحة هي حملة سنوية تقوم بها إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. هاي السنة هي السنة السابعة على التوالي ولله الحمد للحملة. أهداف الحملة نركز في حملتنا على هاي السنة على تعزيز ثقافة المشي والحركة خلال فترة الصيف بين أفراد المجتمع، مع التركيز على الإرشادات الوقائية والاحترازية أثناء المشي. كذلك نركز على إبراز مكانة الشارجة في دعم وتعزيز تبني نمط الحياة الصحي من خلال مختلف المواقع السياحية الموجودة في الإمارة. نعم. ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحية اللي يجب تطبيقها خلال جولاتهم في هاي المناطق السياحية. نعم، إذا أعتقد أن هناك برامج، هناك جلسات، هناك أعتقد حملات مقدمة في هذه الحملة، لكن أهم البرامج المقدمة أستاذة شمسة؟ نعم، هناك برامج عديدة مقدمة في الحملة والفعاليات. أولاً عندنا المجسمات الترويجية واللي تم عرضها في تقريباً 10 مواقع مختلفة في إمارة الشارجة ليتم الترويج عن وسم الحملة. كذلك عندنا في الحملات السابقة كان لدينا الفعاليات المصاحبة تكون تفاعلية وميدانية في مواقع سياحية مختلفة، ولكن نظراً للظروف الراهنة في هاي السنة وبسبب جائحة كورونا تم التركيز على الجلسات الافتراضية والتوعية خلينا نقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الافتراضية. بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل عندنا الانستغرام والتويتر، فكان عندنا الإعلان عن الجلسات التوعوية الافتراضية تم فيها نشر المعلومات التوعوية عن المشي مع التركيز على الإجراءات أو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء المشي. كذلك عندنا عرض أسئلة ومسابقات تفاعلية في مواقع التواصل الاجتماعي. عرضنا أفلام ومقاطع توعوية خاصة بحملة صحة وسياحة، وكان عندنا بعد بث مباشر توعوي عن المشي بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني، قدم البث أخصائية التغذية ياسمين من المستشفى. بالإضافة إلى ذلك عندنا جلسات افتراضية للدكتور عادل السجواني، وأخرى راح تكون إن شاء الله للدكتور سيف درويش، وسيتم تقديم كذلك جوائز قيمة ومسابقات من خلال التواصل الاجتماعي بقسائم تفوق 5000 درهم بإذن الله، مقدم من قبل مستشفى ميدكير وكذلك قرية الشعب. نعم، إذا أستاذة شمسة، بالنسبة لهذه الحملة أعتقد كذلك هناك جانب سياحي بالإضافة للجانب الصحي، فكيف كانت هناك المبادرات الخاصة بالجانب السياحي؟ هي الحملة تركز على الصحة والسياحة، كما نعلم نحن أن هناك ارتباط كبير بين الصحة والسياحة، وقد يغفل يعني بعض الناس عن الارتباط الكبير بينهم. فعنا عادات صحية ممكن أن نحن نمارسها أثناء السياحة واللي تعزز من الصحة العامة للإنسان. نعم. كذلك هناك أماكن سياحية ممكن أن نحن نستغلها في تعزيز الصحة، سواء كانت الصحة النفسية أو الصحة الجسدية. على سبيل المثال المشي خلينا نقول في مكان سياحي مثل شاطئ البحر راح يساعد في تعزيز الصحة النفسية والشعور بالراحة. نعم. وكذلك من جانب آخر بالصحة الجسدية من خلال المشي وتحريك كافة أعضاء الجسم. فهذا هو الموضوع اللي نحن نوعي فيه الناس، ان انتم ممكن ان تروحون هاي الاماكن السياحيه وتمارسون فيها العادات الصحيه اللي راح تعزز من صحتكم العامه، عن طريق مثل ما ذكرنا هالسنه ركزنا اكثر وكثفنا هاي المعلومات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الافتراضيه. نعم،
هذا العام نسخة مختلفة، في النسخة السابعة مختلفة تماما عن الأعوام السابقة، كانت حضور عن قرب، كان هناك يعني تواجد مع فرق العمل، لكن هذا العام مختلف من خلال هذه الجائحة، وإن شاء الله أتمنى بأن تزول هذه الجائحة وتعود الحياة الطبيعية كما عهدناها. لكن وجود هذه الجائحة وتغيير البرنامج إلى برنامج وحملة عن بعد، أكيد هذا الأمر يعني قد يفرق بين في الأعوام السابقة كان هناك إقبال كبير، وهذه الأعوام فماذا حدث في هذه الأعوام؟ هل الإقبال مثل ما هو؟ بالنسبة للإقبال الحمد لله الإقبال لا زال جيد وممتاز. خلينا نقول ممكن في السنوات خلينا نقول المحاضرات اللي قدمناها الافتراضية خلتنا نوصل لشريحة أكبر من الناس، نعم. حتى لوصولة استخدام مثل هاي البرامج، فلله الحمد إلى الآن الإقبال ممتاز من قبل الجمهور. الحضور للمحاضرات الافتراضية وصل خلينا نقول ما يزيد عن 300 شخص للمحاضرة، نسبة الرضا كانت عالية، وذلك من خلال أن نحن بعد كل محاضرة يتم توزيع استبيان للجمهور، فقسنا نسبة الرضا الحمد لله كانت نسبة جيدة. جميل. هناك كذلك تفاعل من قبل الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي. جميل. هناك سؤال أختي شمسة، بالنسبة للفئة المستهدفة التي بالفعل تدعم هذه الحملة، فما هي الفئات المستهدفة التي تسلط الضوء عليها في هذه الحملة؟ بالنسبة لحملة صحة وسياحة نحن دائما غالبا نستهدف كافة فئات المجتمع وكافة الأعمار، ما نركز على فئة معينة لأن الجميع خلينا نقول يكونون ضمن السياح. نعم. إذا أستاذة شمسة كلمة أخيرة. في النهاية حابة بس نتشرف بزيارة الجمهور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي Sharjah_health عشان يعرفون زيادة عن الحملة، وكذلك راح تطرح مسابقات وجوائز على مواقع التواصل الاجتماعي، فنتشرف بزيارتهم ومشكورين على الاستضافة الطيبة. شكرا لك أستاذة شمسة عبد الله العبدولي، مدير شعبة الدعم المجتمعي ومثقف صحي بإدارة التثقيف الصحي، كل الشكر لك. العفو، حياك الله. إذا من التثقيف الصحي وفي هذه الحملة التي تخص الصحة والسياحة وتوظيف هذان المحوران من أجل الحفاظ على الصحة النفسية والحفاظ على الصحة البدنية والحفاظ على يعني تكوين جسم الإنسان، فإرفاقها بالسياحة وتوظيف السياحة والمرافق إن كانت البيئة الجبلية أو حتى إن كانت ساحلية، فجميع البيئة أو جميع البيئات المحيطة بنا تجعلنا نمارس الرياضة وتجعلنا نكون أشخاص أصحاب أنماط صحية وتكون مرافق لنا في حياتنا حتى يكون الجسم متكامل ويكون الجسم كذلك يعني بصحة أكبر. فما زلنا مشاهدي الكرام في مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، وهناك موضوع خاص بالأسرة، فالأسرة هي نواة المجتمع، فالمجتمعات مهما كان حجمها تبدأ بالفرد الذي لا يكون له وجود إلا من خلال الأسرة المجتمعة والمترابطة. ولمعرفة أكثر عن الترابط الأسري نتابع هذا التقرير حول الترابط الأسري. مظاهر من المودة والرحمة تجمع بين أفراد الأسرة الواحدة كقيم التسامح والآثار والتوجيه، إذ هو الأساس الذي تعيش عليه البيوت لفترات الزمن الطويلة. فالأسرة المترابطة كالوحدة الواحدة والتي لا تتأثر بتقلبات الزمن والظروف، بل يقف أعضاؤها إلى جانب بعضهم البعض في جميع المواقف والأزمات. يتميز الترابط الأسري على غرس القيم الأخلاقية، وتعتبر أحد أهم المرجعيات التي تضمن الأبناء والآباء والزوجين راحتهم النفسية والصحية. كما يتميز الترابط الأسري في تأسيس أفراد فاعلين في المجتمع والعمل على زيادة إنتاجيتهم وإنشاء أفراد ذو مستويات عالية من الثقة بالنفس. إن القيم التي يغرسها هذا الترابط ستنشر أجواء تسودها المحبة والطمأنينة والسلام، مما سيؤدي إلى نهضة المجتمع وتقدمه وخلق أفراد واعيين ومدركين لأسس التعامل السليم بينهم وبين الآخرين في أي مجتمع يتواجدون فيه.
إذن كم هو مهم الترابط الأسري والترابط المجتمعي، إذ تتميز الأسرة بقدرتها على التركيز على النقاط الإيجابية في الأوقات والأزمات والحفاظ على التفاؤل والثقة للتقلب أو للتغلب على التحديات التي تواجهها.